انت بتغيري مني يا فرح علشان انا مثقف، ولما قلت لك في المركز انت اجهل من الدابه كنت عنيها. دلوقتي انت اللي بتستفزني يا عيسى عشان ارد عليك، وانا برضو مش هريحك. هذه الرسائل اللي ما بتخلصش. في ايه يا عيسى؟ في ايه؟ حمزه اخويا اتحكم عليه بالاعدام. جبت لك طلباتك يا نصيف. بيتهيألك ده مفيش حاجة ناقصاك. تقريبا لا، بس هتساعدوني ولا هنزلها لوحدي؟ فرح الدار جوا. يلا يلا ينزلها لوحده بشرمك.